Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami berikan kepada Musa kitab, yakni kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, 'Janganlah kalian mengambil penolong selain aku,' di mana mereka menyerahkan semua perkara mereka kepadanya." Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار
النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, lebih adil dan lebih besar, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Bagi mereka ada pahala yang besar.